السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة كوابيس صغيرة الجزء الثاني. في الحلقة اللي راحت لعبنا وخلصنا الشابتر الأول من اللعبة، واليوم إن شاء الله بنلعب ونخلص الشابتر الثاني. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، وصلنا إلى هنا في نهاية الحلقة اللي راحت، وأول ما ندخل على طول نشوف شي غريب. تلفزيونات مكسرة، بس الغريب الثياب اللي موجودة داخل التلفزيون، كأنه كان شخص داخل التلفزيون. مرة واحدة اختبأ، هذا ما هذا واحد ثاني. شوف الثياب محطوطة على الأرض كأنه واحد. أوف، وصلنا إلى المدينة. دخلنا هالمطعم، شوف ثياب محل الكراسي، كأنه مرة واحدة بوم اختفوا الناس. وكالعادة التلفزيونات في كل مكان في اللعبة. من في الحلقة اللي راحت أنقذنا هالبنت، كأني أنا حركت هوية البنت، بس ما بقول الأشياءهد وانتبه بيعرف هويتها. بس إلى بعد هالشابتر أتوقع من نعرف من هي البنت، أو في هالشاب في هالحلقة. لا أطيح أطيح. أوكي، إلى هوب. لحظة، نلف التلفزيون عشان نركب فوق. دقيقة، أوب. نايس. اوكي، الحين اطيع هذا وتركب بنتين هنا معي. اوب. اوكي، رحت فوق. يلا، ممتاز. طبعا هالبناية مرة قديمة، يبين لنا كيف المدينة مهجورة. نايس. اوكي، يلا. اوكي، هي جت من هنا، بس احنا ما نحتاج. اوكي، سلولي. اوكي، هذا واحد شكله كان بينتحر بس ما مداه واختفى. اوكي، هذا اول تلفزيون انبرمه، هذا يطلع برمجة الى مونو، ما ادري ليش. طبعا هذا مشابه للحظات جوع 6 في اللعبة الاولى. اوف، إلا تذكروا هذا الممر، هذا هو الحلم اللي بدأ فيه، او الكابوس اللي بدأ فيه مونو، فيدخل داخل التلفزيون ويجي هنا. شوف كيف الوقت صار غير وابطأ، وانت تتحرك ابطأ. يبغونا نوصل ونفتح هذا الباب، بس البنت سحبت مونو. الحين بدأنا نعرف ليش في تلفزيونات واجد في هالمدينة. يلا، هذا تلفزيون ثاني مرمي في الزبالة. أتمنى اللعبة كانت أطول ويمديك تتمشى برا، وفي أسرار وأماكن تروح لها برا قبل لا تروح من شو اسمه مبنى لمبنى. بس يلا، اللعبة الحين تعتبر 10/10 بالنسبة لي. والحين وصلنا وين؟ وصلنا المدرسة.
يعني يبغون نتسلق وندخل من هنا. وهذه صورة المعلمة، هي اللي بتكون الوحش الأساسي في هالشابتر. ضوء يطلع من ورا الصورة، يبغونا نطيحها لأن في معبر وراها. هذا شوف، هذا شوف ظلمة، بس هذا هو اللي كان المفروض يكون الحل، كان المفروض يكون في اللعبة بس انقطع وش اسمه اللغة من اللعبة. ما هو كان بيكون في اللعبة الأساسية وبيكون ناويين على إضافة بس غيروا رأيهم، لأن الفريق الأصلي اللي اشتغل على اللعبة الأولى والثانية خلاص الثالثة مو هو اللي اشتغل عليها، لأن اللعبة صارت ملك لبانداي نامكو. صراحة أنا تمنيت إن الفريق الأصلي يشتغل على اللعبة بس ما قدرت أتحكم في كل شيء. وهذا غرفة عقاب. يلا تعالي. 1 2 3 نايس. اوكي يلا يا تعالي يا بنت ساعديني. ما عندي فلاش لايت بعدني، اتوقع الشابتر الجاي يصير عندنا فلاش لايت. اسمع هذا الصوت. هذا أول مرة نشوف المعلمة فيها. الحين لو دسنا على هذا طبعا هناك فخ. عوار الراس ببدي الحين مع هل مع هدول. أنا بعد فخ ثاني. شوفها هذول الاطفال الفخار بسميهم انا دمى، مهما اطفال مو اطفال حقيقيه. اوف شوي طح علي، لو طح علي بموت. اوكي انا واحد بعد منهم. هنا في فخ. أما أنكم حقيرين. ها كانوا ناصبين لنا فخ بيخطفوا سكس. قلت اسمها مرة ثانية. يلا حركت على شخصيتها. يلا أخذوا البنت. مانو ترى خطفوا البنت الحين راحوا. تدري خلاص البنت هذه ستة اللي كنا نلعب فيها في اللعبة الأولى، هذه هويتها الحقيقية. الحين جا دور الانتقام، الحين مهمتنا ان ننقذ ستة او سكس ونقدر نستخدم الاسلحة ضد هذول. طبعا هذا ما يحتاج. قتل فعل هذا بوم.
نايس. كان قاعد يشرح في ضفدع ما شاء الله عليك. اوكي نحتاج مفتاح حق ندخل اللفت. ونسمع صوت. وهذه المعلمة لحمها وشحمها. بغانا نتختل ونحصل المفتاح حق اللفت. بدون صوت يا مونو. اوكي المف شافتني. اوكي اهرب اهرب اهرب. اوكي الحين نحتاج نروح للالفيتر ونستخدم المفتاح. بسرعة 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 بسرعة. اوكي وين راحت؟ اوكي الباب هنا بس نحتاج هالدور ونروح. ما شاء الله عليها ما تمزح. اوكي فرصتنا عشان نروح. اوكي ايش سوينا الحين؟ اوكي انحشت الحمد لله. انويش رجعتوا مكانكم ولا ما رجعتوا؟ استنى شوي خليهم يرجعوا. صوت الحين موجود. سويت جلتش انا. صار جلتش في اللعبة ما رجعوا مكانهم. اوكي رجعوني الى هنا. اوكي اوكي هربنا ممتاز. Let's go. اوكي ممتاز.
هذا دمية معاقبة، شوف قاعد يرسم أشياء غريبة في على الجدار، ما أدري على على الصبورة على الأرض أعين، وهذا برج. ما أدري أنا وش هذا البرج. أوكي نحتاج أن نأخذ هذا عشان أوكي. الله يجمع لي مرة ثانية. نايس اوكي ما نحتاجه. في صوت هذه نفس الغرفة اللي اخذنا منها المفتاح. والله انها تصميم مرعب مرة. نقدر ننط هنا عشان ما نطيح الغرشة. اوكي اوكي شوي شوي وبهدوء قبل لا تسمعنا. ليش ما مداني؟ طحت. اهرب. نايس. اوكي وصلنا المكتبة. والاخت مو مخليتنا في حالنا. كأول مرة تلعب هاللعبة استعد أن هذه بتكون أكثر وحش تخاف منه. تصميمها مرعب مرة. اهرب 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 اهرب. وش صار هنا؟ ليش نطحت؟ ليش ما نطيت للجهة الثانية؟ نايس. ما في حد ما في حد ما في حد. أعوذ بالله. اوكي سكرت الباب وراحت. بوم. اوكي الحين وين احنا؟ احنا درج كمل. بوم يبغوا منا مفتاح مرة ثانية. يلا ندور هالمفتاح. اوكي هذا فيها اللغز اذكرنا لغز شطرنج. اركب 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 نوت. نايس متأكد ان نحتاج هذا.
لحظة 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 لا شيله شيله نقدر نحطه ونركب ناخذ القطع الموجودة هناك. هذا الولد مربوط وسووه الملك حاطين على راسه تاج ما شاء الله. اوكي مرة ثانية نشوف هذا العين بس المرة مرسومة على خريطة. هذه قطعة ثانية بس عشان نحصل الحل ننط على هذا بوم. اوكي اوكي الحل معروف انت يسار هذاك في الوسط هذا وتالي نحط اللي اخذناه يمين. هذا هنا لا 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 خذ اللي على الارض حبيبي حبيبي خذ اللي على الارض شكرا يلا نحطها هنا وكده تمام. انا صوت شيء اوكي مونو لو سمحت نط لا لا تشيله نط حطه مره ثانيه اوكي كالعادة لمبة مولعة يعني ننط ونجرب نمسكها. اوبا فتح باب سري حصلنا المفتاح. التوجه الفني في هاللعبة جميل مرة والموسيقى اخ الموسيقى اسمع الموسيقى. اوكي حصلنا المفتاح الحين خلينا نروح ونفتح الباب لان للحين ما دو ما حصلنا ال ما حصلنا 6 نسمع الازعاج والصوت او الاصوات. طبعا لو جينا هنا في جثة هذه شخصية هذه وحش كان بيكون في اللعبة على قولتهم اللانش ليدي او سيدة الغداء كانت بتكون في اللعبة بس انحذفت. في افكار كثيرة انحذفت من هاللعبة. اوكي وش هالصوت المزعج. اوكي ها ها واو نايس. اوكي الحين نحتاج ان ناخذ راس هذا ونلبسه عشان نتنكر ونعبر بينهم لان عددهم كبير مرة. ولا قرب جنبهم يبزوك. مجانين مشاغبين. شوف هذا الحمار لو عبرت بطيح عليه هذا بتشني مو اليوم. اوكي بعدنا ما نخلص ماجي هذا لو لاحظ شيء هذول اللي قاعدين يلعبوا بالحبال يغنوا نفس الاغنيه اللي شغلناها للجانيتور يوم حاولنا نلهيه وننحاش. اسمع بس نفس الاغنيه. اوكي كده توقعنا خلصنا تقريبا.
قاعدين كفخوا في بعض. اوكي ايه خلاص الراس انكسر. اوعيت الحين يبغون نفتح هالباب، يبغون ناخذ ايه خلنا نشوف ما يبين من هنا غرشة المخ الموجودة. ها هالغرشة اللي فوق لان فيها مخ نقدر نكسرها ونستخدم المخ ك كشي نرميه عشان نفتح الباب. ايه سلولي اوب نايس. نايس الحين كده المخ انكسر نقدر نستخدمه عشان نفتح الباب. اوكي اللقاء الثاني مع المدرسة الأستاذة قاعدة ما شاء الله. هذا المختبر ها في ضفادع حشرات حتى في يد في واحد منهم. ما في احد ما في احد روح كملي. ممتاز اوكي الحين هذه يبغونه ما نقدر نعبر الا من فوق هالطاوله يعني قريب منها نحتاج ان نتحرك شوي شوي. لا لا هذه فرصتنا اذا دارت. ما في احد ما في احد ما في احد ما في احد لا لا اوه اوكي باي باي كده هربنا. ممتاز اوكي نايس. لا نايس هل من مزيد؟ ضربته اوكي والله اني ضربته المفروض انه مات. يلا اوكي هذه انا كنت بطيء ما ضغطت شو اسمه ما ضربتها في الوقت المناسب. انا ضربتها بسرعه. نايس تعال انت يا حمار. اوكي ها
نايس. طبعا اللي اعرفه فيه نفخ اللي على اليمين. حصلنا سكس. Come here. يا الله. لا تعودوني من جديد. اوكي. لا عودوني من جديد بيروحوا فيها. تعال. اوكي. سكس تعدي. اوه. ها. أوي. أنا أشوف صداقتهم صارت أقوى مفروض أنقذها. الموسيقى. الحين هذا ينقذها للمرة الثانية. يلا يا سكس خلينا نطلع من هالمدرسة. تعال يحتاج مساعدة. كيف طلعنا برا المدرسة للحظة قصيرة. بيانو لازم نعزف عليه. تاني يرفع. اوكي طاح في الارض. اتوقع الحين نحتاج ننط عليه تن تن عشان نطيح زياده. يلا يا 6 1 2 3 4 نايس. اوكي نحتاج مفتاح. ما عجبها صوت صوته. ما عجبها صوتها. اوكي نحتاج مفتاح وهذه دمية برا. تعالي نركب من هنا. هذه اللي عندها المفتاح. سكس بتروح تلعب البيانو عشان هذا المفتاح. ممتاز. يلا يا سكس تعال ساعديني. نايس. اوكي يلا خلينا نكمل. اوكي وش بتسوي يا سكس؟ انتقمت منهم بعنف عنيفة مرة. يلا يا سكس تعالي. صوت بيانو. ساعدني أركب. يا ترى من قاعد يلعب البيانو؟ منكتشف بعد لحظة. يلا يا سكس يحتاج مساعدتش بسرعة.
ممتاز. يلا اللي يلعب البيانو المدرسة ما غيرها. اوكي يبغون نتسلل وراها. بننزل هذا عشان نعبر. سكس عبرت باقي انا. انتظريني يا سكس لا تروحي. بسرعة بسرعة بسرعة. ايه ضرها تلعب مرة ثانية. وقت الهروب. بسرعة 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 بسرعة. بسرعة يا مونو. هروب. اوكي الحمد لله هربنا والاجواء الان ماطرة. يا الله والمطر في هاللعبة جميل مرة. وتشوف كيف سيكس بردانة بتحتاج انها تحصل شيء وتلبسه. اوكي رجعنا برا مرة ثانية والأجواء ممطرة والموسيقى جميلة كالعادة. كالعادة المباني منحنية. يلا يا سكس العادة هذه تعتبر جريدة. اوكي اوكي نحتاج ان ننط. يلا 1 2 3. يلا اوكي ما شاء الله المطر جميل مرة. وشو هذا اللي على الأرض؟ هذا الجاكيت الأصفر حق سكس هذه أول مرة تلبسه. اوكي وحين عرفنا من وين حصلت جاكيتها شو اسمه. اوه يبغى اني اتسلق. اوكي ماي باد. يلا خلينا نكمل الحين. خلاص ما اقدر اغبي ان هذه سكس. خلاص نعرف انها هي سكس.
يلا وقعنا قريب نوصل لنهاية الشابتر. انا بلعب شابتر افضل كان خلص اللعبة بشكل ممتاز. ممكن اخليهم 5 إلى 4 مقاطع يعني هذا المقطع الثاني احتمال ما باقي مقطعين نخلص اللعبة. اللعبة قصيرة. وهنا وصلنا المستشفى. اوكي وصلنا الى نهاية المقطع الثاني من تختيم لعبة كوابيس صغيرة الجزء الثاني. هالفيديو خلصنا الشابتر الثاني وان شاء الله الفيديو الجاي بنخلص الشابتر الثالث. واتوقع الشابتر الرابع والخامس لانهم مو مرة طوال بخلصهم في فيديو واحد احتمال. اتمنى ان الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.